ابو عمار عيني. احنا نريد نفيد اللي شاهدنا. انت خبير في مجال البيع شراء وبيع شراء ان شاء الله. زين، تروح تريد تشتري طلي، خوش، اول ما تلاحظ صحته مو صحيح؟ طبعا. زين، شلون تعرف هذا صحته زينه وغيره لا صحته مو شيء؟ يبين نشط، بطنه طالعه، هذا صحته زينه، اي صوفته حلوه، خشين، المريض يطلع بطنه منقوبه، ملبوق، خامل، بطنه خاسفه، اي خاسفه مبين المريض، راسه مدنج، اي مبين، اي اي هذا الناصح، اي الناصح تجي عليه تلقى صوفته واقفه ونشط وما ينقل. اي ابو عمار بعد شو تلاحظ؟ قلب الحلال تشوفه خما يعرج، عينه مالحه، مريض، اثول، مبين، ايه الناصح مبين، حشاك ادوز، ايه ايه مبين، ايه الناصح مبين، شوفه خما يعرج بصوره، ايه بصوره، ايه ايه حشاك ادوز اثول، اكو اشكال هاي كلها تلاحظها، كلها تلاحظ، نعم مبين. بعد هذا يسمونه فحص ظاهري، ايه عافية الله، ايه مبين المريض، مبين والصاح مبين، نعم. من ناحية ايش؟ من ناحيه الامور الجلديه الكذا، هاي البارحه احنا عندنا طلي جلد ماله بكرد يابس، حتى من يمشي عباك بشبك، يا سبحان الله مبين ذاك، هو جلده يبس من قدره الله، ايه لاحظ يعني خاف بكرد، خاف بجرب، كل شيء لازم تقلبه كله، ايه يا ستار يا ربي، هاي انعجم نشتريها، تجيني تقلب شطرها، تقلب سنها، تقلب، احنا هسه بخصوص الطلي ما علينا بنعجل، هسه يم الطلي، يم الطلي، احنا واحد يجي يشتري لازم يكون خبير، حتى إيه اذا ما عنده خبره هنا، إيه من خلال طبعا هذا المقطع يصير عنده خبره، اي يصير عنده خبره. زين ابو عمار، هم تلاحظ انف الحيوان يعني خشمه، اي اذا ريته تعبانه خشمه يقوم يصب خنين، هاي خنن، اي خنن، فرازات تطلع، اي خنن، اي اي يقوم اذا ريته تعبانه يقوح، قحة عنده، اي قحة عنده، ينقم يقوم نفسه عالي، ينتق، انهته، اي انهته، يعني مو نفس طبيعي، لا لا مو نفس طبيعي، واضح اللي نفسه طبيعي، اي مبين ذاك هو، واللي عنده انهته، واللي عنده انهته خشمه يصب مي، اي ابو عمار انت كمشتري، ايه هم تلاحظ عين الحيوان، اي اذا مريضة تجذي، تحمار، لو ملحة، والناصح عيونه حلوه هذا يشوف منه ويجيب الحمرين، عيونه براقه، ايه براقه مثل زرقاء اليمامه، ايه 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 مبين المريض، وهذا عيونه مسلهمه، مسلهمه تلقيه مجذيه وملح وتهط الدمع، ايه الدمع، هذا اللي يقول للعين لو سلهمت تورد، ايه تورد غدير حيال، اي والله، ايه تارد عليها عنزة وشمر وابنها الذال، ايه ابو عمار عيني هم ولو طولنا عليك، ما ادري طولنا على المشاهد، بس احنا نريد نفيدهم، هم تفحص صوفة الطلي؟ طبعا. شلون؟ شو تدلل لك صوفة الطلي؟ اذا صوفة الطلي قوية يعني بمعنى ناصح ومضبوط، اذا صوفته تجي بيدك هاي مريض بيها بالصفار، جريتها ولانها خصلة بيدك؟ ايه هذا مريض بيها بالصفار، او انت تلاحظه واقع قسم من عنده، ايه بيها بالصفار مريض، اها والله يعني ما مستفاد، ما دافع، الصوف دليل على صحة الداخل، ايه مو طبعا. ابو عمار عيني هسه مو على الطليان، وانما عموم الغنم، ايه عموم الغنم، هم تلاحظ اسنانها؟ طبعا. ليش؟ اكو مقصفة كبيرة، اكو بعدها فتية، شنو مقصفة؟ وضح المصطلح هذا للمشاهد، يعني شنو؟ يعني سنونها مقصوصات من فوق، اي والفتيه سنونها حلوه وبيض وبعد درجه اولى، يعني مو بعدهن من بسبب الاكل يروح ان ينبردن، لا هي الكبيره كبيره والصغيره صغيره، اعرف بس يقصفنهن بسبب شنو؟ بسبب الاكل، اي طبعا، يعني واكثر شيء تقصف انعشت الجبل، اها والله، ليش؟ انعشت الجبل من الحصى وتقصف، كل ساعة طخت الحصوة، اي والله، زين ابو عمار عيني عين استاذ، انت اكيد انت وحتى اي مشتري يدور على الطلي اللي يبيه الحمل، طبعا موكو طلي الرباط، رباط وكلك صابك صابه، اي انت شلون تعرفه هذا؟ من ظهره، تفحص ظهره، اي طبعا، خوش جيت على ظهره شلون اذا ظهره هناك بالله، هناك اصعد لي من رخص لك اصعد، شوف ظهره قوي، لزمت ظهره، اي اذا ظهره قوي وضعيف
اكو طلي معلوف، اكو طلي سرحي. إذا ضعيف هذا مال رباط تجي العظام جويده. اي طق طق، واذا ظهره قوي تربع عليه. اها يعني من تلزم ظهره السمين عبالك سمكه. اي طبعا مو صحيح. اي والضعيف يطق طق جويدك، والضعيف يطق طق جويدك. جويدك ما معلوف. اي ابو عمار يعني ياهو الافضل الطلي السمين اللي رابع على الدغال على العشب وعلى النباتات الطبيعيه، لو اللي على العلف؟ لا على العلف، على الشعير اللي على العلف. على العلف منو يرغب له؟ القصاب يرغبه، يدق وزن. يدق وزن زين. ناخذ غير موضوع. ايه من ناحيه طيبه لحمته ياهو الافضل؟ المربوط. ها والله ليش؟ بس اكون يعني بس علف، اكون بس شعير، مو تنطي بروتين وينطونا غير شيء. وهذا ايه طيب المربوط وبس شعير يطلع لحمه صوره. بس صحيح. بس ابو عمار اللي على العشب الطبيعي ذاك ضعيف لحمه زفر. لا بس افيت صحيا. ها افيت صحيا ما ماكل بروتينات وغيره. لا طبعا هي نبات. ايه ابو عمار نجي على الفحص الاخير. ايه ترفع لي تطلي حتى اشوف اخاف عنده سهال كذا. مبين اذا سهال يزرب لو بطلي. تشوفه شو اسمه وتلقيه مدود يدود عافيه. اي من يزرب والدنيا حاره وذبان يدود. هذا بسبب الذبابه الامريكيه. اي اذا يدود. اي احنا حتى المربي نوصيه يدير باله من يصير عنده هيك حاله. اي من يصير هيك حاله يدود. يعني قصدي المربي لازم يدير باله على الحيوانات. طبعا يفتشه ويشوفه اي ولو ان شاء الله ما تفوتهم. اي هذا وقته هسه الذبابه الامريكيه. اي جرح اي راسا يدور لازم ايش عنده هو وشو محضر؟ بخاخ اسفنيك عافيه. اي البخاخ. لا هو البخاخ موجود بالصيدليات البيطريه. اي بخاخ. اي نعم نعم ابو عمار مرات اجي على البياع. إيه؟ القاه رافع ايدين القوائم الاماميه ايدينه يعني مكرشته ترجع لي ورا يمد ايده ظهره يبين قلبي. هو هذا المال قدام عينك. ليش هذا هو يشوفه بعينه؟ لا اقربه ولا ارفعه. طلع جعلي ها هيك تلمسه. ليش اقربه هيك شيء؟ اي هو هذا والله ارفع لنا يا ارفع لنا يا هسه من ترفعه. إيه؟ الكرشه يعني جهاز العظم كله فيبين. شيء يبين؟ يبين السمين. يبين متروس. اي انت عوفه هيك. ليش هذا هيك يبين؟ ابو عمار والاخوان الموجودين يمك ممنونين منكم. عين استاذ. انا ابو احمد. الله يحفظكم. على سلمك يا مرحبا. احنا دائما ان شاء الله نقدم معلومه بها فائده للمشاهد ان شاء الله. يبارك بكم. ايوه ابو احمد. يا ابو ياسر ولا يهون اخونا ابو هيثم. حياك الله. احنا طمعانين بكم. يا هلا بيك. الله يبارك بيك. يقول اكو بيت ابو ذيه. اي يقول كثير من الخلق اصبحت شيخان. شيخان. شي منهم فسد حشاكم انتم. شي باق. شيخان. شيخان. كل خمسه اصبحت، كل خمسه عليهم صار شيخان. شيخان. ياهو القام قال الرايليه. هاي اي المجموعه اللي قالت كل 11 صاير عليها رئيس وقت. شلون؟ كل 11 لعد انطبقت هاي. اي والله 11 ومنهم 9 لقيتهم صاير رئيس وخير. هذا شيخ وين بالفيس وين؟ لقيتهم بديرتنا ما اقول. المهم ما لا ما نجيب طاري. فايش قلت؟ اي قلت يعني الظاهر صاير شيوخنا مثل اهل الكهف. يقول قيل وست قيل وسابعهم كلبهم. اي قيل وتاسعهم كلبهم. النوب زعلوا كلهم علي فرد نوب. يابا ماكو شيخ انت على 9 شيخ على 10 عمي قبل الشيخ الفخذ ماله اقل ما يكون 150 زلمه 200 200 300 400 700 حدث بلا حرج. يعني هو طلع من طي زمه وصار شيخ. ابو ياسر يقول لا تطردون الهوى يقول المعياني. التكمله عليك. لا تطردون الهوى يقول المعياني. ايه انا عندي عليها غير شكل. يلا نسمع الغير شكل. اقول لا تطردون الهواء. ايه الله يمع الشيطان. لا تطردون. لا تطردون الهواء. ايه بيشالع ومشلوع. بيشالع ومشلوع. ايه واهل الملاك احضروا وظل الاعراض يلوع. الاعراض يلوع. ظل الاعراض يلوع يا ابو احمد. جابوك للقلعه وانا اخوك. جمل جابوك للقلعه وانا اخوك. وانا اخوك. ايه يقول بحبل شدوا ذرعانك. وانا اخوك. وانا اخوك عجب ما تنخاني يا اخو قلبي.
الله. وانا اخوك. انا اخوك إيه؟ عضيدك يوم لقوات الاجناب. عضيدك يوم لقوات الاجناب. إيه يا ابو ياسر الاخرى عليك. يا ابو احمد احكي على العتابة، انا احكي على الكيف شوية. يرهم يلا كيف وعتابة يلا هم عدلها شوية. ابد ابد ما ربيت القذلة من سبوق. ايه ابد ما ربيت القذلة من سبوق نعام وخلجت الباري. من سبوق. ايه يقول دنسي عليهم يا دلالي دين سبوق الغرب من احلى داري هوا. الله يا داري هوا. ايه هموم القلب زادا وكلفني. هموم القلب زادا وكلفني يا يابا وداورهن بقلبي وكلفني. وكلفني ثلاث حاجات بالدنيا. كلفني الهم والعسر وفراق الاحبار. اي يا الحبيب يا الهم والعسر وفراق الاحباب. اصعبهن فراق الاحباب ابو أحبابي. ياسر ايه على احبابي عتب. ايه عتب للي يعرف العتب وديت. وديت ايه عتب للي يعرف العتب وديت. ايش مالك يا دليل انصبت وديت. انا رساله الحيدر الكرار وديت واريد محام ويجليل يصير لي. الله هذا ابو دية هنا يصح عليهم. ايه يقول هنا يا شايلين الضعن بالسوق. ايه وعلى خلخال حلو الطول من بالسوق. ايه يا ابو احمد لو للشباب ينباع بالسوق اشتريته انا وانثنيته انا على الشباب. ايه بس ما ينشر بعد. ما ينشر اي والله. اي والله يا ابو احمد. ذهب الشباب فما له من عودة واتى المشيب فاين منه المهرب. ماكو مهرب وراء وانا موت وراء نموت. اليك لم تحفل به فترى له الما ودمعا يسكب. ذهب ايه عم ابو ذي يقول شفي للمشى واشر ويومي. ويومي. وما ادري ساعتي شنهي. ويومي. ويومي. ردت نسوان تبكيلي. اويلي. ويمي. ويمي. ويمي على هذا المصار الصار بي. على هذا المصار الصار بي. اي والله. اي والله يا ابو ياسر. اي يقول لقط لقط ما فاد بيه الغسل والشر. والشر. شلون؟ لقط؟ لقط لقط ما فاد بيه الغسل والشر وعلي طلق يمينه ونذر. والشر. والشر. ترك ما فاد بيه الغسل والشر. كتب علي عدينا هي قضية طلاق كتب عليها طالقة. متابعينا والتحق ويانا ابو عبد الرحمن الليهيبي راعي العرجه ونشرف بيه وبكل الموجودين. هو يقول قعده الشياب حلوه. اي نعم. وعنده بيت من العتابه يريد يشارك به. يقول عنيت عنه بكدر جبل حمرين هزيته. هزيته ايه؟ والنايمين قعدوا والميت تحيته. اي باه اي باه. ها اي ابو ياسر عليه. على جبل حمرين. اي بالله على جبل حمرين والله. يقول اريد اصعد جبل حمرين مقلوب. اريد اصعد جبل حمرين مقلوب وعنا اثرات الشعر مقلوب. يا ابو احمد يا بيت الماء هو من البيض مقلوب ولا غمه كل صباح وكل مسي. ما يفيد ابد الا ما بي يعني زين ما يراد. خير ان شاء الله. شديت يعني اثرت. اثرت ايه شديت وطاح طرف الجدم بسمار. اي وحبيبي من عقب ذاك اللون مسمر حزين حزين وراد على الممسى من قبل. اياب يا الحبيب يا اياب. اي ابو عبد الرحمن مع العرجه يلا عليك ابو عبد الرحمن. يقول عرجه وبالسيف ندرجها ومن سبع جموع نمرجها. اي نعم. اي الهيب لهم تاريخ بس هذا تعال هذا من تريد تجمعهن هسه بهالوقت هذا. ايه يرحم كلهن يتشردن ومن يتشردن ما الا من بعد. بس انت من تخلي راسك على المخدة كلهن يجن. ايه كلهن يجن. يقول دموعي 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 فوق صحن الخد جارا جارا حسبات الليالي علي جارا ايه لو عندي من الطيبين جارا ابد ما صاب دلالي غفل. اي والله يا ابا جار اخو أخ ايه وأزود من الأخ. الحمد لله أنا عندي لله. جارين منا ومنا ذهب كلهم طيبين. أي والله ذهب طيب ذهب كلها جيران طيبة. أيوة العتابة هي إحنا العراقيين واقع على المستوى العام ايه. كلها قلوب طيبة. أي الحمد لله أبد حتى ذا قاعد يشوف رفيجة بضيج أو بش اسمه والله يقص من لحمه وينطق. آه والله ما يقصرون أبو حمد. أيه رد البينة همينة عالدنيا عالدنيا. أي شلون يا دنيا يا دنيا شمال دولابك يا ناحي. يا باه يا دنيا شمال دولابك يا ناحاي ومن الكترين كسرتي يا ناحاي. يا ناحاي يا ابو احمد انا كنت شبوط بالجاري. يا ناحي
ايه كنت شبوط بالجاري انا شلهت وارتزت الفالات بيا. لا لا ان شاء الله بعدك ابو ياسر بعدك شلهت وارتزت الفالات بيا. اقول ليش رام الكيش يحلي والمعاني ايه اصبحت كل مجنون من عقبك تراني تراني. ليش رام الكيش ومقطع على الباب مخلجك مولاي للمثل عذاب مخلجك مولاي للمثل عذاب. الله هاي قضية الحب والهدور. ايه يقول ليش رام الكيش يحلي والمعاني اصبحت كل مجنون من عقبك تراني. الله ليش رام الكيش ومقطع على الباب مخلجك مولاي للمثل عذاب. يا يابا ليش رام الكيش يحلي والمعاني اصبحت كل مجنون من عقبك تراني. الله عبيتين عبيتون سرى المسراق بقدلة سراحين سراحين. اي سرى المسراق بقدلة سراحين وهاي عين الريم هالشافت سراحين خذت بالشادري وانطت قفا. خذت بالشاذري خذت بالشاذري وانت تقول لك دار معاي. اي اقول عضيت صبعي بندم حيل ونبت نابي. عضيت صبعي بندم حيل ونبت نابي والسنون ذهب بالصدر دقات الثواني. الله حياتي ورده إيه. هذا والله والله إيه. والله ورده انت تلوق لك نونين على راسي عمري. هاي كلها مقطع واحد كيفك حتى لو مقطعين نسويها مو مشكله.